تحرص مملكة البحرين على تعزيز التحول الرقمي الشامل عبر التطوير المستمر للأنظمة وتوظيف أحدث التقنيات التي تعزز من جودة الخدمات المقدمة وترفع من مستوى كفاءتها. يأتي إطلاق نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي شاهدا على حجم التطور والتحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات في مملكة البحرين. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد سعد السهلي، مدير عام أمانة العاصمة بوزارة شؤون البلديات والزراعة. نرحب بك في نشرة الأخبار. بداية نتحدث، ما هي آلية عمل برامج الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء طبعا باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي؟ في البداية تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. يتيح لنا هذا النظام استغلال أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال. يقوم النظام على تحليل صور جوية يتم التقاطها كل أسبوعين من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، ومن ثم تقوم برمجيات الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه الصور ومقارنتها بسابقها وما تم ترخيصه من تغييرات، من خلاله تبرز المتغيرات الغير مرخصة. وهذا هذا الشيء يتيح المجال للمختصين في شؤون البلديات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. نعم، إذا نتحدث سعادة المهندس عن ما هي أهمية هذا النظام في الرقابة والتفتيش على المنشآت؟ لو نقارن هذا النظام بالسابق وهو الكشف الميداني الشخصي، نلاحظ أن تكون التغطية أكبر وأدق، والتفاعل مع المتغيرات يكون بسرعة أكبر، مما يتيح تقليل تكاليف تصحيح أو ضع هذه المخالفات سواء بالإزالة أو بالترخيص. وهذا يتيح لنا شفافية أكبر في التعامل، وكل هذا يصب في دعم الحركة العمرانية في مملكة البحرين. نعم، إذن المهندس محمد سعد السهلي، مدير عام أمانة العاصمة بوزارة البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.